خبطة مركب للأثر. شايفينها؟ ادي خبطة مركب للأثر. المعابد دي كلها كانت ملونة. ايه الدليل على انها كانت ملونة؟ طبعا ممكن تتخيلوا كده انها كانت ملونة ازاي وجمالها. ورا محمد هنا هنلاقي ان الالوان الباقية الوحيدة اللي موجودة اللون الاحمر واللون الازرق. شايفين؟ وهنلاقي بعض اللون الذهبي موجود اهو لغاية دلوقتي موجود. فين الازرق؟ ادي الازرق. لا الاحمر. الاحمر وادي الازرق وادي اللون الذهبي كمان. وادي اللون الذهبي لغاية موجود دلوقتي. تمام اللي هي مية الذهب. هنلاقي بعد كده الفناء المفتوح بتاع المعبد، الجزء الخارجي بتاع المعبد. بجد المنظر تحفة. اجمل حاجة بقى في المكان اللي بره ده ان هو مكون من ثلاث اجزاء. الجزء ده اللي هو دوكلوديانوس الامبراطور الروماني دوكلوديانوس زي ما احنا شايفين. الجزء ده يعتبر زي بوابة رومانية للمعبد نفسه. بعد كده هنلاقي وبكل فخر اول حضانة لرعاية الاطفال وتحت رعاية الالهة ايزيس ربة الامومة والاله بس رب السعادة. تمام؟ هنلاقي بعض الاشكال والمناظر الموجودة جوه هنا. هنلاقي مناظر التطعيمات او مناظر كهنوتية. هنلاقي مناظر لبعض الدوارفز اللي هي الاقزام بيلعبوا بالموسيقى. وهنلاقي الاله بس اله السعادة بيقدم بعض القرابين جوه. فدي يعتبر طبعا دي مزحه دايما بنقولها للاجانب ان هي دي يعتبر اول كيندر جاردن او حضانه او دار رعايه للاطفال في العصور المصريه القديمه من 2000 سنه حوالي 181 قبل الميلاد. حاجه ثانيه بقى بنقولها برضو لمعظم الامريكان اللي معانا. طبعا لمعلوماتكم الحضاره الامريكيه او الدوله الامريكيه بتبتدي من سنه 1465. والحضاره الامريكيه يعني دايما بتقول لنا ان احنا المصريين القدماء. تمام؟ كانوا اقدم مننا شويه او المصريين الحديثين اقدم منهم وهم مخترعين بعض الحاجات اللي هم للاسف اخذوها 100% من الديانه المصريه القديمه. ازاي اخذوها؟ منهم لعبه البيسبول اللي هم مشهورين بيها. لعبه البيسبول بكل فخر احنا اللي لعبناها قبل الامريكان بحوالي 600 سنه. والله ايه ادي لعبه البيسبول المصريه. اعرفوا التاريخ بقى يا مصريين لان احنا اصلا تقريبا ما بنفهم. دي كوره بالفعل. تمام كوره والمضرب بتاعها. والله مضرب والمضرب بتاعها. هنبص هناك يا جماعه. ايه ده المعبد القديم. وهنلاقي المعبد القديم في العروسه اللي قدامنا طبعا والمعبد هناك. تمام لا هي العروسه مشيت بس عندنا المعبد اللي هناك. ده اللايف على فكره. المعبد اللي هناك ده او الجزيره القديمه هي جزيره فيلا زي ما احنا شايفين. وجزيره فيلا اللي موجوده هناك دي هي الجزيره الرئيسيه اللي كان عليها المعبد ده كله. القصه بس كده في عجاله كانت بعد بناء خزان اسوان المعبد ده زي ما قلت لكم بيغمر 7 شهور في السنه. طب بعد بناء السد العالي ارتفعت الميه بين الجزء الاساسي بتاع البحيره اللي هي موجوده بين الخزانين او بخزان اسوان والسد العالي اللي هي البحيره اللي في النص فدخلت غمرت المعبد كاملا. فكان عندنا 3 اختيارات يا اما نعمل له قبه زجاجيه عشان ندخل للمعبد ونشوفه من فوق. ده طبعا كميه الطين والرمله اللي موجوده هنا هتعدم الرؤيه تماما بعد كده. يا اما نعمل لها سكوبا دايفنج طبعا نغطس عشان نشوف المعبد يبقى زي الاثار الغارقه. طبعا ده برده ما ينفعش. فالحل الثالث هو الوحيد اللي كان لازم يتم نقل المعبد تماما بعد تفكيكه. تمام. طب المعبد ده 70 سنه شارب ميه. حجر رملي شارب ميه. هيعملوا بيه ايه؟ اول حاجه عملوا سد حوالين المعبد. سد ده حوالين المعبد من طبقتين. الحيطه دي عرضها 3 متر فين ده؟ رموها بالميه وهو هناك اهي الجزء الاجزاء اللي موجوده الحجريه. شايفين الحجريه دي؟ دي بعض الاوتاد اللي موجوده للسد القديم اللي حوالين المعبد كله حوالين الجزيره بتاعته الرئيسيه. تمام؟ الجزيره دي اللي احنا عليها اسمها جزيره ايجيليكا. جزيره ايجيليكا دي هي اساسا كان من بعض جزر الشلال الاول التي تم تفجير الجرانيت عليها وحوالي 340 الف طن جرانيت اتفجروا. ليه؟ عشان بناء السد العالي. فالجزيره دي طبعا بقت مستويه بس شويه ما كانش مستويه بالمدى المطلوب. فعشان كده احنا فجرنا باقي الجرانيت ووسعنا الجزيره دي. وبعد كده بعد ان تم شفط الميه من جوه السد اللي هو اتعمل حوالين معبد فيلا سابوه ينشف. وبعد كده شدوا كل الميه
من القاع بتاع المعبد وسابوه ينشف، وبعد كده نظفوا كل الرسوم اللي قدامنا من الرمل والطين. وبعد ما سابوه ينشف وبعد ما نظفوه ابتدوا يقطعوه لأربعين ألف قطعة عن طريق منظمة ألمانية دفعت 18 مليون دولار بالإضافة لمنظمة اليونسكو العالمية، وابتدوا ينقلوا المعبد بعد كده قطعة قطعة حوالي 40 ألف قطعة على الجزيرة الرئيسية اللي هي جزيرة إيجيليكا. بعد 9 سنين، أخذوا 9 سنين من 1972 1981 كآخر معبد تم نقله وإنقاذه من بناء السد العالي أو من البحيرة الأساسية اللي تكونت بين خزان أسوان والسد العالي. وشكرا جدا لحسن استماعكم، وشكرا جدا ليكم، ونراكم قريبا في أسوان إن شاء الله. مع تحيات المرشد محمد عباس. أيوة اوكي ذاتس بيج. ما قلتليش بقى دي ايه؟ دي ايه لو ايه؟ في النص فلوس ازاي؟ ايه؟ اللي في نص المية دي مالها؟ اسمها ايه؟ حجر، ده حجر داني؟ اها حجر عادي، جزيرة من الجزر الجرانيتية اللي موجودة حوالينا. جزيرة منفصلة منفصلة عادي جدا يعني. بصي